بدي يسعد اوقاتكم وتضلوا بخير. اليوم 29 ايار باشر تراجع عطارد. طبعا انا دائما بقول لهم عطارد كوكب صغير لكنه الاقرب للارض، لذلك بنلمس التراجع لمس اليد. العطارد دائما هو كوكب السفر، الاوراق، الذكاء، الكلمه المنطوقه، الشيء اللي له علاقه بالتركيز. فكليتنا بالتراجع ايا كان بصير يعني كلمته هيك شوي بنسميها واقفه. لازم ننتبه على كل شيء له علاقة بالكهرباء، كل شيء له علاقة بالموبايلات، بالاتصالات، كل هذا ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعب، خاصة أنه التراجع عم بيكون بالجوزاء. يعني الجوزاء أصلاً هو له علاقة بهي القصص، في بيته التراجع. لذلك أنا برأيي أنه التراجع رح يكون مؤثر وواضح علينا كلنا. للي بيسوقوا لازم ينتبهوا لا سمح الله من حوادث السيارات، خاصة على فكرة مواليد برج العذراء والقوس. هلأ إضافة للحوت، يعني هالأبراج بالذات يفترض يكونوا أكثر انتباهاً بهاي الفترات من سرقة موبايل، كسر موبايل. ما نرجع كل يوم نعيدها، بس للجد لازم ننتبه على هذا الجانب. الزهرة ما زالت في برج الجوزاء، طبعاً إلى جانب الشمس كمان في برج الجوزاء. المريخ ما زال متقدماً في برج السرطان، لسه التحذيرات للميزان الجدي والحمل على المستوى الصحي. أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل، لليوم حاول إنك ما تكون عدواني. ما بعرف اليوم بدون ما تشرح وجهة نظرك أنت عصبي، لذلك فما بالك بقى إذا بدك تشرح وجهة نظرك. هلا على كل الأحوال أنا بقول لك إنه يعني الاختلاف وعدم الاتفاق لن يضرك بقدر إنه ممكن يضرك اليوم صوتك العالي أو عصبيتك أو انفعالك أو النقاشات اللي مانا كتير مجدية اللي أنت عم تخوضها. حاول إنه ما تهين حدا أو تضايق حدا أو تزعج حدا، خاصة إذا ما كنت بتقصد، أنا بعتبره هذا أسوأ. عزيزنا مولود برج الثور، اليوم يوم جيد بالنسبة له، عم يتحرك بأوساط مشجعة، والحياة اليوم في ظروف مساعدة لك، سواء كوكب المهنة بمكان يمنحك الفرح عموما، قادر ترتب أمورك، قادر إنه هيك تجرك الحياة لاتجاهات أفضل، كأنك عم بتباشر فرص جديدة. والأهم أنه هاي الفترات فعلياً يعني الأمور بالنسبة لعزيزنا مولود برج الثور إيجابية وجيدة. عزيزنا مولود برج الجوزاء، اليوم للمساعدات المالية وبامتياز، يوم فيه قصص ممكن تكون مالية، مساعدات تقدمها لمن حولك، نوع من أنواع المحبة، الصداقة، العلاقة، المساعدة. يعني يوم هيك عم بتقرب من ناس صلك زمان ما شفتهم مثلاً، عم تحسن التصرف، أصدقائك ممكن هنن عم بيساعدوك، في ناس اليوم قادرين يساعدوك على كل الأحوال، وفي مدح أو دعم للجوزاء. اللي مانو كتير مرتاح ومولود برج السرطان، صلوا من مبارح لليوم في شيء عم بتأجل، مثل كأنه هو راكد على أنه يعمل قصة، بكرة الأحد بقى الدوام، هلأ مبارح واليوم متضايق من جزء من تأجيل عم بيصير، أو أنه في شيء عم يسجل عليك، في تعب أنا ما قلت لا. وما بتمنى صحيا، يعني ما بظن في شيء صحي سيء على كل الاحوال، تعامل مع الامور بحكمه وما تدخل بنزاعات جديده. حاول تكون مولود برج السرطان اكثر واقعيه اليوم. مولود برج الاسد، اليوم الامور بالنسبه لك لها علاقه ببعثره نشاطاتك، عم بيروح وقتك في اشياء ما بتلزم، واشياء اللازمه ما عم بتروح وقتك فيها، واليوم ممكن تكتشف مساء تقول إنه أنا لازم كنت أعمل كذا، كان ضروري ساوي كذا. هل هي النسيان اللي ممكن يعمل لك بعض المضايقات بزحمة الشغل. اليوم سبت يفترض عطلة، بس أنا برج الأسد ما بظنه أبدا عنده عطلة، بظن إنه يوم للشغل بامتياز. مولود برج العذراء اليوم عم بيقود محيطه للأفضل، وعنده قدرة على التعبير، على الكلام، عم يستخدم نشاطه بمكانه الصحيح، عم تحاول ترتب، توضح، تستشير، تحكي، تشرح. اليوم للمصالحات على كلين، وأنت نشيط مولود برج العذراء، واليوم هيك أنت عم بتشع حرارة، والحقيقة الأمور إيجابية. بس شوفوا هاي البس، تراجع عطارد بيعني بالنسبة لك أنت أكثر شيء، لأنه غالباً في شيء بالكهرباء، بالموبايلات، بالعمل، هو كوكب العمل على كل الأحوال، لذلك لازم ننتبه كتير على أمورنا العملية بهاي الفترات، يعني ما نصطدم، ما نتضايق، ما نأخر، ما نأجل، يعني خليك بهاي الفترات ضمن إطار القوانين. الميزان اليوم عنده نوع من أنواع القلق، ربما أشياء ما أنا محسوبة كتير، ربما عم تزداد الحاجة للهدوء حواليك بهاي الأيام،
ما بعرف إذا عندك غيرة أو قسوة من الناس اللي أنت بتحبهم، غالباً الميزان اليوم مشحون بالانفعالات السلبية. أنا برأيي إنه القصة ما أنا سيئة، هو موقع القمر اليوم سيء بس بقية الكواكب كلها مؤيدة، لذلك بس حاول تبعد عن التوترات قدر إمكانك، تبعد عن التوترات بس. ما عندي نصيحة أخرى لك مولود الميزان. مولود العقرب اليوم عم بيجي الفرج من أقرب الناس لك بالغالب، يوم فيه عم تبشر العمل بمحبة وبتفاؤل وبخطى ثابتة، عندك طاقة على المواجهة مولود برج العقرب، عندك مسؤولية قرار، يمكن أمور مالية مهنية عم تفكر فيها عم ترتبها عم تنظمها، أنت مرتاح عموما للتطورات الجديدة وفعليا الحظوظ لك مساعدة. مولود برج القوس غالبا عم بيناقش بعض الأمور المالية، والحقيقة تراجع عطارد بيعني صرف إضافي. هلا أنت لسه بدي حذرك أكثر من عذراء من حكاية الأعطال أو سرقة أو احتيال أو مثلا قصة مانك كتير أنت عاجبتك أو مانا مثل ما بدك، أنت تميل على كلنا اليوم بالذات للنقاش لحتى توضح وجهة نظرك لحتى ترتب أمورك بطريقة إيجابية، بس على كل الأحوال راجع حساباتك المالية، هو الحقيقة العشرين يوم اللي جايين للصرف بامتياز. مولود برج الجدي فايق بكير وعنده أجواء إيجابية ممتعة، عنده هيك استيعاب لظروف من حوله، عنده معارك عم بيخوضها صغيرة لكن عم ينجح فيها، يعني اليوم الأمور جيدة عائلياً شخصياً ويمكن عم تختلط على هذا الصعيد، فعلياً عم تستحضر اللطف الموجود فيك مولود برج الجدي وقادر على وضع النقاط على الحروف ومشغول باتصالات. عزيزنا مولود برج الدلو أنت اللي مكسل اليوم وعم بتضخم بعض الأمور الصغيرة، وأنا ما بتمنى أنه تصطدم بمن حولك، بين مبارح واليوم عندك إحساس أنه مسيرتك صعبة، عم تتصل بناس ما عم بيردوا، شخص أنت يمكن حتى عازل حالك عن الناس، ما لك كتير خلاق، ما تجاوب بسرعة على كلين وانتبه على كلمتك أن تكون بمكانة. دائماً الأبراج الهوائية اللي هن دلو جوزاء ميزان كلمتهم عراس لسانهم ومو دائماً محسوبة، يعني هن اللي جواتهم بيطلعوا بس أحياناً بيحكوا كلمة هن نفسه ما بيقصدوها، لذلك الدلو لازم تنتبه اليوم بالذات على هاي القصة. طبعاً إضافة إلى الميزان عزيزنا مولود برج الحوت اليوم في بهجة حواليك، ما بعرف سبب، أصدقاء أو معارف أو أبواب عاطفية عائلية عم تفتح أو دعم أو تأييد، أنا بعتبره يوم جيد إلى أمور ممكن تكون العلاقة بالصداقات أو مناسبات أو دعوات، يعني بالمجمل أنا بعتبره يوم جيد. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 29 وأتمنى له السعادة. مولود 29 من الأشخاص المبادرين تجاه الناس اللي حواليه، شخص حظوظه مساعدة بهاي الفترات لأنه عنده قصص ممكن تكون إيجابية وجيدة، طبعاً شخصية مرحة ساخرة، يتقن الركض وراء الأشياء اللي هو بده إياها وبيعرف يحصل عليها عموماً، بيتعرف على ناس بيتواصل مع ناس، عديم الاستقرار، محب للسفر، نار الطباع عموماً، قليل الإنجاز بالنسبة لذكائه اللامع لأنه من الأشخاص اللي ما بيحطوا قدامهم هدف، عنده نوع من أنواع المزاجية، ما له خلق اليوم حتى لو مقابلة مع مين من كان ممكن أنه يكمل نومه بالبيت وما يروح. هلأ أنا بنصحه دائماً أنه يوضع هدف لقله، على كل الأحوال بتكون أموره كتير أفضل. طبعاً السنة أنا ما بعتبرها السنة، يعني هالشهرين بالذات ما بعتبرهم كتير الأفضل للجوزاء عموماً لأنه هالشهرين مشتري ببرج الحوت الأمور مو كتير كتير الأريح، بس كسنة تعتبر سنة جيدة جداً، بس كأنه بدك لأواخر الصيف لترجع تستعيد نشاطك العائلي والعاطفي كما يجب. رسائلكم على 1845 من أي موبايل داخل سوريا، وكتير انتبهوا تكون برسائلكم فيها يوم شهر سنة واسم. بتول عم تسألني، بتول أمورك جيدة، المهم أنه أنت إذا دارسة بس عندك حظوظ مساعدة. بتول حيدر مواليده 2002، حد أفضل الأعوام يا حيدر، أنا ما بظن هاي السنة تمر بدون ما بارك لك قصة مهمة، يا قصة عقارية يا تغيير بالعمل يا قصص العلاقة بارتباط، كل واحد حسب وضعه، بس سنة جيدة جدا يا حيدر. أنس 90 عم بيسألني مع راما، ما بعرف قدي لازم وصيك أنس إنك تحتفظ بهاي الصبية، علاقة تعتبر فيها أكثر من 90% من التوافق، بس أنا شخصيا ما عندي ولا تكة ثقة فيك،
ثقتي فيك صفر معدومة أنس. كل الجوزائيين بحبوا فجأة بعد شوي بتدوروا عليهم ما بتلاقوهم، خاصة أنه هي من مواليد برج القوس، كمان شخص يستغني بسرعة، بس علاقتكم صينيا تعتبر الأفضل، يعني إحدى أفضل العلاقات. وأنا ما بتمنى بالحقيقة أناس أنه أنت تتركها لهي الصبية، أقدم على خطوة العلاقة بارتباط. محمود 74 لسد أوقاتك يا محمود، والله هي السنة جيدة جدا بالنسبة لك حبيبي، وسنة مهمة لأنه فيها تغييرات بالغالب، يعني تغييرات ممكن بارك لك عليها، فالله يقدم لك في الخير. مصطفى جمال عم بيصبح علينا، مصطفى عندك حظوظ مساعدة، بس أنت دارس جيدا؟ قصة هون أنه أنت ما بظنك دارس جيدا أصلا لحتى تستفيد من حظوظك. إن شاء الله الحظوظ تكون مرافقة للجميع. يسعد صباحكم.